خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع مهم، والحقيقة في عدد من المؤسسات بتشتغل بشكل مكثف على مواجهة أزمة الغارمات، زي مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، واللي بيساعدوا في فك كرب الغارمات بتسديد ديونهم. كمان بيقوموا بدور توعوي واجتماعي مهم وتمكين السيدات اقتصاديا عشان يقدروا ان هم يواجهوا متطلبات الحياة. منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تعمل على تقديم الحلول والمساعدات للغارمات اللائي أجبرتهن ظروف الحياة على تحرير إيصالات أمانة وفشلهن في السداد. وتضافرت جهود الدولة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بخصوص تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين. وكذلك التنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شؤون الزواج. وأطلقت الدولة حملات توعوية بخطورة الظاهرة وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في التجهيز للزواج، والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة التي دفعت آلاف السيدات خصوصاً المعيلات إلى الاستدانة. وكثف صندوق تحيا مصر من جهوده في مواجهة الظاهرة من خلال المشاركة في الإفراج عن الغارمات وفك كربهن من خلال سداد ديونهن، واتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جدد إلى السجون، وذلك بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات على وجه الخصوص. وتم الإفراج عما يقرب من 6400 غارم وغارمة ضمن هذه المبادرة بمساهمة من صندوق تحيا مصر، وصلت قيمتها ل 42 مليون جنيه.